السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم. أتمنى من الجميع أن يكون في تمام الصحة والعافية. في شرح اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة تمرير المرفق أنا وجاهز إلى جهاز دريم بوكس 29. يعني سبق وأن تطرقت لهذا الشرح مع جهاز دريم أوكتاغون 8008. اليوم إن شاء الله سنعيد الشرح مع البرامج التي سبق وأن تطرقت إليها، يعني البرنامج دريم بوكس إيديت أو برنامج دريم سيت أو الإيشانيليزر. كما ترون أنا دائما يعني أحاول تمرير ملف قنوات جاهز وأقوم بالتعديل عليه قبل تمريره، يعني هذا يبقى من أحسن المواقع التي توفر يعني ملف قنوات جاهز. كما ترون في أنيبال دوت نت تقومون بالدخول إلى هذا الموقع، ثم يعني تختارون يعني ملف القنوات الخاص بكم. بالنسبة للإخوة الذين يتوفرون على المحرك أنصحكم يعني بهذا الملف موتور يعني تقريبا من 70 شرق إلى 45 غرب، لكن ستقومون بالتعديل على الملف يعني قبل تمريره. يعني بعض الأقمار لا يمكن استقطابها بطبيعة الحال، يمكنكم الاحتفاظ فقط يعني بالأقمار التي ستحتاجونها. هنالك كذلك قمر الهوت بيرد لمن أراد الهوت بيرد فقط، أسترا والهوت بيرد، هنا 4 أقمار، الأسترا تلسات 16 تلسات أو هوت بيرد 13 الأوتيلسات 9، كذلك هنا الأوتيلسات 28 23 الأسترا 19 هوت بيرد، يعني مجموعة من الأقمار. أنا أفضل دائما هذا الملف الخاص يعني بالموتور. كما ترون آخر تحديث يعني ب 25 جوان، نقوم بالضغط هنا ثم نقوم بتحميل الملف. أنا سبق لي وأنا قمت بتحميله. بعد التحميل سنمر إن شاء الله إلى البرامج التي سنستخدمها وطريقة التمرير. كما ترون هنا وضعت يعني البرامج التي سأستخدمها لتمرير ملف قنوات جاهز إلى جهاز دريم بوكس 27. نبدأ بأول برنامج وهو دريم بوكس إيديت، يعني يمكنكم تحميله مباشرة يعني من الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج. كما ترون أول شيء وجب فعله هو إعداد البرنامج، يعني إعداد البرنامج لكي يتصل بالجهاز. بطبيعة الحال نقوم بالدخول إلى البرنامج ثم نضغط على بارامتر، وهنا سنقوم بالضغط أو بكتابة يعني الأي بي الخاصة بالجهاز، يعني بجهاز دريم بوكس 27 أو الجهاز الخاص بكم. بطبيعة الحال الأي بي يعني طريقة الحصول على الأي بي جد سهلة. بطبيعة الحال تدخلون إلى نتورك وتقومون يعني ب اخذ الاي بي الخاص بكم، سواء كنتم يعني متصلين يعني بالكابل ار جي 45 او عن طريق الواي فاي. بالنسبه الي يعني الادرس التي استخدمها حاليا وهي 192.168.1.7، هنا اليوزر نيم وهنا الباسورد الخاص بكم. يعني اذا قمتم بتغيير الباسورد تقومون بكتابته هنا، او الباسورد الافتراضي الذي ياتي مع الصوره. بطبيعه الحال قبل الشروع يعني في تمرير الملفات سنقوم بالضغط على تيست اي بي كونيكسيون. كما ترون يعني اذا كانت يعني الاعدادات جيده سيقوم باظهار هذه الرساله على ان الاتصال متاح. بطبيعه الحال نضغط على اوكي. بعد ان قمنا بهذه الاعدادات سنقوم بالضغط على سيف، ثم نقوم بالذهاب الى هذا المجلد هنا ونختار ملف قنوات. انا سبق لي وان قمت يعني بوضعه على سطح المكتب و سأقوم بتمريره. يعني كما ترون لائحة القنوات هنا يعني والأقمار التي أستخدمها. يعني كما قلت لكم بعد تحميل الملف يعني ستقومون بحذف بعض القنوات وترتيب بعض القنوات على الفافوري الخاص بكم، حذف قنوات الراديو أو قنوات الداتا. كما ترون هنا يعني إذا أردتم حذف قنوات الراديو أنا سبق وأن قمت بحذفها، قنوات الداتا كذلك يمكنكم حذفها من هنا. يعني جميع الأمور يمكنكم القيام بها قبل يعني تمرير ملف القنوات. يعني بعد أن قمت يعني بتحميل ملف القنوات إلى البرنامج سأضغط على يعني هذه الأيقونة، أيقونة ترانسفير، تظهر معي هذه النافذة. لدي اختيارين، يعني هنا send file to Dreambox أو receive file from Dreambox. هنا العملية تكون معكوسة، يعني أخذ يعني ملف القنوات من داخل الجهاز، لكن بحكم أنني لا أتوفر حاليا على ملف قنوات بالجهاز سأقوم بإرسال ملف قنوات إلى داخل الجهاز. كما ترون send files to Dreambox، نضغط على send كما ترون
وانا انتظر حتى ينتهي يعني من تمرير يعني جميع الملفات كما ترون load of black list succeed، يعني جميع الملفات مرت بنجاح. اذا كان يعني هنالك مشكل اتصال او مشكل في تمرير الملفات ستظهر رسالة خطأ بطبيعة الحال. بعد ان قمنا يعني بتمرير الملف نقوم بعمل ريستارت للجهاز وسنجد يعني ملف القنوات جاهز على الجهاز بطبيعة الحال. يعني هذا البرنامج الأول الذي قمت باستخدامه، سبق وأن تطرقت إلى كل برنامج على حدة، لكن اليوم ارتأيت أن أشرح البرامج كاملة يعني في شرح واحد كما ترون. هذا البرنامج الأول نقوم بإغلاقه، ثم نذهب إلى برنامج الدريم سيت، أيضا يعني متوفر يعني على الإنترنت بطبيعة الحال، وهو برنامج مجاني كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج دريم بوكس إيديت. يعني دائما قبل الشروع في تحميل ملف القنوات وتمريرها إلى الجهاز نقوم بالإعداد، يعني إعداد السيت أب أو الكونفيغوراسيون الخاصة يعني بالجهاز. كما ترون يعني هذه الكونفيغوراسيون السابقة الخاصة بجهاز الأوكتاغون. نقوم هنا يعني قبل يعني الدخول عند الدخول للبرنامج لأول مرة بطبيعة الحال لن تجد هذه الإعدادات، سأقوم بحذفها كما ترون. يجب أن يعني أن أقوم يعني بإعدادات جديدة، لا بأس، يعني سأقوم ب إدخال إعدادات جديدة. هنا نقوم بكتابة الأي بي دائما خاصة يعني بالجهاز، كلمة روت يعني اليوزر نيم، وهنا الباسورد الخاص بكم كما ترون، يعني يجب أن يكون صحيحا بطبيعة الحال. هنا في الفيرموير يعني بحكم أنني أستخدم يعني جهاز دريم بوكس 920 وصور يعني دريم او اس، سأقوم باختيار هنا دريم او اس كما ترون، يعني الفيرموير وهو دريم او اس. بحكم أنني أستخدم صور تدعم نظام دريم او اس سأختار دريم او اس كما ترون هنا، وسأقوم يعني بعمل تيست كونفيجراسيون كما ترون، و كل يعني سطر امامه كلمة اوكي 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 اوكي، يعني الاعدادات يعني ناجحة بطبيعة الحال معي، يعني لان يعني الاتصال بالجهاز تم بشكل جيد بطبيعة الحال. اوكي 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 اوكي، يعني العملية تمت بنجاح. سأقوم بضغط على سيف كونفيجراسيون كما ترون، ويتم اضافة الكونفيجراسيون التي قمت بادخالها. بعد ذلك سأضغط على اوكي. هنا دائما سأختار، يعني سبق أن قمت بعملية التمرير إلى جهاز أوكتاغون، سأقوم الآن بتمرير لجهاز دريم بوكس. بطبيعة الحال سأقوم بالدخول إلى هذا المجلد، ثم دائما سأفتح المكتب وأختار ملف القنوات كما ترون، ويظهر معي بهذه الشكل يعني لائحة القنوات أو الفافوري الخاص بي، الأقمار التي أستقطب، مجموعة من الإعدادات هنا. يعني كذلك بهذا البرنامج يمكنكم عمل حذف لقنوات، إضافة أقمار، إضافة ترددات، مجموعة من الإعدادات أتركها لكم لتكتشفونها بطبيعة الحال بأنفسكم يعني بهذا البرنامج، برنامج دريم سيت. بعد أن قمت يعني بتحميل الملف داخل البرنامج أضغط هنا، عفوا أضغط هنا على هذا البورت كما ترون، ثم أضغط رايت. الآن يقوم الجهاز يعني بتمرير الملفات إلى داخل الجهاز. ننتظر قليلا، يعني العملية لن تستغرق بعض الوقت، يعني مجرد أن يتصل البرنامج يعني بالجهاز سيقوم بتمرير الملفات كما ترون. يعني ترانسفير كومبليتد، يعني تم تمرير الملفات وإعادة ريستارت أوتوماتيكيا لإنيجما طبيعة الحال. الملفات الآن يعني بداخل الجهاز، ما عليكم فقط يعني الدخول عبر الريموت كنترول إلى الجهاز و طبيعة الحال تصفح القنوات بعد أن تقوموا بضبط التونر الخاص بكم يعني لتشغيل القنوات. يعني هذه هي العملية طبيعة الحال لتمرير ملف القنوات عبر برنامج الدريم سيت. يعني سأقوم بإغلاقه ثم أتوجه إلى آخر برنامج وهو برنامج الإشانيليزر. نضغط على هذا البرنامج،
انتظر حتى يفتح معنا. كما ترون انا لدي نسخة يعني مدفوعة بريميوم بطبيعة الحال، بها مجموعة من الخصائص مقارنة يعني مع النسخة المجانية. يمكنكم استخدام النسخة العادية يعني المجانية لتمرير يعني طبيعة الحال ملف القنوات بدون أي مشكل. نقوم بالدخول إلى البرنامج ثم أبغي ثم نتوجه. أنا سبق لي وأن قمت يعني بوضع الملف يعني جاهز، أقوم بحذفه ثم أضغط هنا، أتوجه إلى سطح المكتب ثم إلى ملف القنوات ثم ننتظر تحميل ملف القنوات. كما ترون يعني تم تحميل ملف القنوات. لائحة المفضلات هنا، يعني مجموعة من الإعدادات. صراحة برنامج رهيب، يعني برنامج ريزر يعني بمجموعة من الأشياء. يمكنكم حتى تشغيل القنوات انطلاقا من هذا البرنامج، لكن عبر هذه النسخة المدفوعة. بعد أن قمت يعني بتحميل القنوات داخل البرنامج، نأتي إلى هنا. أنا سبق لي وأن قمت بإعداد الجهازين، يعني جهاز أوكتاغون وجهاز الدريم بوكس. يعني نضغط على هذا السهم كما ترون، هذا السهم يعني هذا الجهاز، يعني جهاز أوكتاغون الأي بي الخاصة به، وهذا جهاز يعني الدريم بوكس. سأقوم بحذفه لأريكم العملية من الأول. يعني بعد أعيد بعد تحميل ملف القنوات، نأتي إلى هذا الاختيار بروفايلز، ثم نقوم بالضغط على هذا السهم ونضغط على بلاس اجوتي نوفو. بطبيعة الحال تظهر هذه الرسالة، رسالة يعني او هذه الخانة. هنا سنقوم بكتابة اي شيء، سأقوم بكتابة دريم، عفوا 920. الكاتيجوري اضعها يعني اتركها جنرال هنا كما ترون. هنا اذا كنت استخدم جهاز يعني او صور الانيجما دو، صور معروفة اوبن اي في، اوبن بلي، ايغامي بطبيعة الحال التي تعمل بنظام انيجما 2، ساختار انيجما 2. بخصوص دريم بوكس استخدم حاليا يعني صور دريم او اس، ساختار هنا دريم او اس كما ترون. بعد ان قمت باختيار دريم او اس، هنا سنقوم ب كتابة الاي بي الخاصة يعني بالجهاز. هنا كلمة روت يعني نو ديزاستر، وهنا الباسورد سأقوم بكتابته بطبيعة الحال، ثم أضغط على تيست كونيكسيون. لو ريسيبتور اي كونيكتي اي لا كونيكسيون اي ريوس، يعني لم تظهر معي رسالة أي خطأ بطبيعة الحال، يعني الاتصال يعني تم بنجاح مع الجهاز. ثم أترك هذه الإعدادات كما ترون، لا أغير أي قيمة هنا، فقط أضغط أوكي. وبذلك يعني يتم إضافة البروفايل الخاص يعني بالدريم بوكس 920. نقوم بالرجوع من هنا. بعد أن حملنا ملف قنوات، لدي هنا سهمين، سهم ليغ وسهم إكريغ. هذا السهم لقراءة ملف قنوات من الجهاز، يعني أقوم بسحب ملف قنوات من الجهاز إلى برنامج إيسانيليزر. وش السهم الأعلى كما ترون، هذا السهم أقوم بكتابة أو بتمرير ملف قنوات من البرنامج إلى يعني داخل الجهاز، جهاز دريم بوكس. بعد الضغط على السهم يعطيني يعني مجموعه من الاختيارات هنا، يعني اللي هي جهاز اوكتاغون يعني بالاي بي 192.168.1.2. لن اقوم باختيار اوكتاغون، ساقوم باختيار جهاز دريم بوكس 120، اعلم عليه بهذه العلامه. وبعد ان قمت يعني باختيار جهاز دريم بوكس، يجب مراعاه يعني الجهاز الذي ستقومون بتمرير ملف القنوات إلى طبيعة الحال. قمت بتعطيل الجهاز الأوكتاغون ومررت إلى اخترت يعني جهاز الدريم بوكس 120. أضغط على أوكي، وكما ترون إكريتور يعني لي بارامتر أون إيتي كوريكتومون أونجستخي سيغ لو ريسيبتور، يعني تم تمرير مجموع الإعدادات الخاصة يعني بملف القنوات إلى داخل الجهاز. يعني إذا كان مشكل اتصال طبيعة الحال لن تظهر معكم هذه الرسالة، يعني سيتم إيقاف نقل ملف القنوات. لكن يعني كما قلت لكم يعني قبل المرور إلى هذه الخاصية، خاصية تمرير ملف القنوات، يجب التأكد هل الجهاز موصول يعني مع البرنامج أم لا. طبيعة الحال يعني تم تمرير ملف القنوات إلى داخل جهاز دريم بوكس 900
و20 فقط تقومون يعني بإعادة رستارت للاي جي يو او للجهاز، وستجدون يعني ملف القنوات الخاص بكم داخل الجهاز. يعني كانت هذه هي الطريقة يعني حول تمرير ملف القنوات لجهاز دريم بوكس 28 عبر برنامج الايش اناليزر وبرنامج دريم بوكس ايديت وبرنامج دريم سات. يعني هذه البرامج التي استخدمها شخصيا يعني لتمرير ملف القنوات، وسبق ان تطرقت للبرنامج، يعني خصصت حلقه لكل برنامج. يعني طبيعه الحال عندما كنت استخدم جهاز اوكتاغون خصصت حلقه لكل برنامج على حده، لكن اليوم ارتأيت ان اضع لكم خلاصه للبرامج الثلاثه بطبيعه الحال. الى هنا انتهى الشرح الخاص يعني بتمرير ملف القنوات الى جهاز دريم بوكس 28. نلتقي ان شاء الله في فرصة مقبلة ومع شرح اخر.